ونتوقف مع آخر مستجدات قضية الفنان المغربي سعد المجرد الموقوف في باريس بتهمتي الاعتداء الجنسي والاعتداء الجسدي الإرادي، خصت بها الصحفية حنان عبدالله. مشاهدي برنامج تفاعلكم نتابع جديد ملف الفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب وعنف جنسي ضد مواطنة فرنسية، وأنه التقى هذا الصباح المحامي الذي تولى الدفاع عنه والمرافعة عنه في هذه القضية، وهو كما تعلمون المحامي إيريك ديبوموريتي، وهو المحامي المكلف بملفات الأسرة الملكية هنا بباريس. إذن قام ماتر ديبون برفع يعني طلب استئناف محاكمة سعد، وأيضا بطلب بإطلاق سراحه اليوم. للأسف القاضي المكلف بالتحقيق لم يقبل حتى الساعة وحتى اللحظة يعني إطلاق سراح سعد، هذا بالإضافة لطلب الاستئناف الذي تم تأجيله. هناك نقطة إيجابية في هذا الملف، وهو يعني رفع طلب المجيء بشهود كانوا رفقة سعد خلال هذه السهرة.